في إطار المجهودات التي تقوم بها بلادنا لمحاربة آفة كوفيد-19، داخل المقاطعة بدورنا قمنا بعدة مبادرات بطبيعة الحال بالتنسيق مع المسؤولين. أول مبادرة قمنا بها هو إصلاح وإعادة تأهيل الطابق الثاني من المستشفى الإقليمي لابن مسيك، وزودنا جميع الأقسام اللي فيه بالأكسجين للمرضى المحتملين. النقطة الثانية واللي هي كذلك أساسية، في الوقت اللي تم إلزامية وضع الكمامات فقمنا بمبادرة داخل المقاطعة بتوزيع لحد الآن ما قدره 85,000 كمامة، كمامات من نوعين. هناك مجموعة، إما كنعطيو مجموعة من الكمامات اللي كتستعمل مرة واحدة، أو كنعطيو كمامة اللي كتستعمل أكثر من مرة بطبيعة الحال بعد التصبين ديالها أو الغسل ديالها في 60 درجة حرارية. كذلك فكرنا في بطبيعة الحال في الجنود اللي متواجدين في الصفوف الأمامية، وغادي نزودهم ما يكفي من الكمامات وكذلك بمعقمات يدوية اللي هما بطبيعة الحال الأطباء. وكذلك غيتم وضع موزع للتعقيم داخل الإدارات حتى نعقم من يدخلوا أو يخرجوا إلى الإدارات. في نفس الوقت أننا وزعنا ما قدره 3 ديال الحصص، يعني 3 أشهر، على المرضى بداء السكري والمرضى بضغط الدم حتى لا يتوافدوا باستمرار على المراكز اللي تابعة المقاطعة. والآن بطبيعة الحال نحن بصدد التفكير في مبادرات أخرى اجتماعية. كنشكروا هاد الناس اللي كيديروا، صحاب الجماعه اللي كيديروا لنا هادشي ديال التعقيم والكمامات اللي عطاونا، وكنشكروهم ودايرين خدمه زوينه، الله يرحم لهم الوالدين. كتخرج ولكن ما عندناش، ما لقيتش الكمامه، يلاه عطاو لنا، فرقوا علينا هاد الناس الله يرحم لهم الوالدين. وكما كتشوفوا الحمد لله ست المرات في هاد الايامات من اللي بدات هاد الجائحه، هما مساكن كيدوروا في هاد السيكتور عندنا، اللهم لك الحمد. هو الحمد لله مازال خص اكثر من هكا، مازال محتاجين لهاد الناس اكثر، والله يجازيهم بخير في هاد المجهود ديالهم وهاد المسؤوليه اللي قايمين بها. وحتى الكمامات حتى هما راه كيدوروا كيعطوهم الناس، يعني كنشكروهم ونشكروا الرئيس ديالنا الله يجازيه بخير. هانتوما كتشوفوا الحمد لله السيكتور كيرقي، وفرحانين بهاد الناس اللي كيبدلوا معنا هاد الجهد ديالهم، وكنشكروهم بزاف، لا هما ولا هاد الرئيس ولا هاد الناس مسؤولين كاملين الله يجازيهم بخير. كنشكركم بزاف اخويا على هاد المبادره اللي كديروا، دائما كدوزوا كتعقمونا، وعلى هاد الكمامات اللي كتعطيونا، وكنشكروا حنا محتاجين لكم وانتم ديما واقفين معنا، والله يرحم الوالدين والله يجازيكم بخير.